باش نقولوا حاجه للشعب الجزائري والناس اللي زوجيتار واللي يتبعوا فينا، اخطر شيء على النضال السياسي هو العقليه الانهزاميه. مي اون فار فينير او سوجي، جو دون لا بارول ا ميز امي اي كومبانيون دارم بور فو سالوي اي ابري اون لونس لو سوجي. علاش الانهزاميه؟ ما لازمهاش تكون، لانه المعركه متواصله، الكفاح متواصل من اجل تحرير الجزائر، وكفاح حقيقي رغم انه سلمي، رغم انه ذكي، رغم انه راح تكون عنده منهجيه معينه باش تحرر البلاد والعقول وتحرروا من سكون ابل الاستعمار الحديث، لكن تعتبر معارك، لانه الاقتصاد معركه والمجتمع معركه والتطور معركه والجريان الى الرقي معركه اكسترا. دونك جو ريفيان او فيف دي سوجي. لاحظنا قاعدين نشوفوا كاين ناس بزاف حاليا قاعدين يقولوا باللي صاي خلاص، صاي خسرنا، نظام ربح طاق على المنطاق، تعرفوها بكره هذه كلمه طاق على المنطاق. لا لا، ما تغلطوش نفوسكم، النضال مش قضية تعامل عامين، لانه العدو قوي صح، والعدو عنده تحالفات في الخارج، تحالفات مع قوى عظمى، العدو عنده إمكانيات اللي الثورة ما عندهاش، الثورة ما عندهاش إمكانيات العدو، العدو يستعمل الإمكانيات نتاعو لخلق شروخ، كريي دي فاي، دون سكون أبل لونسومبل دو لا بوبولاسيون ريفولتي اي ريفوليسيونير. إحنا ما عندناش ثوار، ما عندهمش. دونك انا نقول لكم، انا هذا هو الوقت اللي بانوا فيه المناضلين الحقيقيين اللي يؤمنوا بالمبدا تاع تحرير الجزائر دون اي نوع من الانتهازيه. يعني سي ماتنا كون فوا لي فري ميليتون بور لا كوز ناسيونال سان زوكان اوبورتونيزم كالكونك. هنا وين كيما تقول مثل الشعبي ما يبقى في الواد غير حجارو. سمعتوا ناس، شو داكور معكم، كي نسمعهم انا بعد يطيح لي المورال ونقول صاي خلاص. كاين ناس راهم يهضروا يتعدوا على الاصابع، شي يقول راه صحفي وشي يقول راه مقاوم نظام الجنرالات. نظام الجنرالات ما يكزيستيش في الجزائر. ايوا شعب الجزائري، هذه المعركه نتاعك ديما خاسره، لانك تحارب في الريح كيما دون كيشوط دي لا مانشا، تحارب في الريح، تحارب في لي مولا افون. الجنرالات خرطي، الجنرالات خرده، الجنرالات سي ميم با دي جينيرو على باز، كالكوزان داو غرادهم سي لو بلان تكنيك سي فري لو ميريت، الباقي شنابط، سي دي غارد شامبيتر، ما لحقوش النيفو تاع حراس الغابات. نكواكو حراس الغابات maintenant c'est vraiment un corps qu'on doit valoriser en Algérie. مي كي نقول لكم شنابط صافا دير لو بلو با، يعني كي تحكم واحد من اوساط الشعبيه المدبدب هذاك تلبس له كاسكيطه وتعطيه مطرق، هذا واش نقريحه يا كومباني. C'est un déshonneur que شنقريحه حاكم ليتا ماجور. C'est un déshonneur que les vieux grabataires هادو. C'est un déshonneur que هاد الناس يقولوا داروا الثوره، داروا الثوره تاع ترميهم. واحد فيهم ما دار الثوره، واحد من هادو ما دار الثوره. 80% اللي قاعدين يقولوا انسيان مجاهدين، واحد فيهم ما انسيان مجاهد. 80% خوانه، 80% كذابين، 80% دي زيسكرو. على هذه بلادنا خلات وجلات، لانه ليسكرو يغطي على ليسكرو، ليسكرو يغطي على ليسكرو، لو فالسيفيكاتور لوزيرباتور يغطي على لوزيرباتور. خلقوا لنا الدوله نتاع دي زيرباتور، والاول اللي بداها الكلب بن كلب تاع بومدين، مالغري نحبوا في بعض المواقف بصح خماج. لو كومبا دو في كونتينيو ابر 19 مارس، فالي با كيليا سيسي الفو، اي فالي با كو جمع سبع سنين بركات لي فرحات عباس لي بن خدا لي كومباني. اليوم نجيبها لكم طاي طاي، باسكو على بالي لو بروشان لايف سارا دون اون سيمين، نجيبها لكم طاي طاي. جمعت سبع سنين دار بركات، كامل خوانه، كامل سون اكسبسيون،
باسكو ما اللي خلاو جيش فرنسا الثاني يعاود يسيطر على البلاد اللي هو جيش الحدود جيش بومديني كومباني. على هذه ما استقليناش، على هذه نقتلوا لي كورونيل ديال الانتيريور. نزيدوا نوليو ناس تلموا هذاك الوقت داروا اون يونيون بوليتيك بين لو كورون بربريست لي زونسيان ديال تي ال دي كومباني ضد فرنسا، يعني ضد العسكري تاع فرنسا. تحشات لهم سي لو بلان بوليتيك، خسروا الثوره كامله، قالوا صبت وصحات وجات في اللي جات. تو سامبلومون اللي مات ربي يرحمه ان شاء الله من الشهداء، واللي بقى باع الماتش والشعب اتطفرت فيه. هذه هي حكايتها هكذا. وبناوا لنا دوله حول ثوره مفتعله. وين هي الثوره تاعكم؟ الثوره هذه اللي نجحتوا فيها واستقليتوا الجزائر، كي تصب الشتاء نعوموا فيها، كي تجي السخانه نموتوا بالعطش، الموستيك مداير فينا الرب والدبان اي اون كونترول ريان دو تو. من الاستقلال هذا؟ من الاستقلال؟ رجعتوا الشعب خرده، طحنتوه بالفقر والميزيريا، طحنتوه بالظروف الاجتماعيه، وهو مولا مال مولا رزق مولا بلاد ولد بلاد، عشا مولا رزق طلاب، واللي جاي من برا حاكم لا كاس السيد.